الرحيم. طيب شابتر فوق بقى بيتكلم على ايه؟ بيتكلم ان احنا عايزين نحسب الديفليكشن للبيم، وكذلك غير الديفليكشن عايزين نطلع الاسلوب. يقول لما يكون عندي كده بيم اهوت، وفي هنا لود، وده سيمبل سبورت اهو، فالبيم دوت بيحصل له الاستيك كيرف. ايه الاستيك كيرف؟ المنحنى بتاعه كده بياخد الشكل ده كده في الطبيعه. فاحنا عايزين نعين الديفليكشن اللي هنا اللي تحت القوه، او في اي مكان، من مقدار الانحراف او مقدار الهبوط اللي هينزل به. طيب يبقى المقدار الديفليكشن ده اسمه الاستيك كيرف. هنحاول نتخيل شكله عامل ازاي. طبعا لما يبقى في بيم ده هيحصل له تقوس كده، فحصل له ديفليكشن، عايزين نعين مقدار الديفليكشن عند اي مكان. بالاضافه كده غير الديفليكشن عايزين نعين الاسلوب، ميل المماس عند اي نقطه اعينها ازاي. هو مركز على الديفليكشن والاسلوب تكمله له. طيب احنا عندنا كام طريقه؟ في 6 طرق. اول واحده اللي هي طريقه المومنت ايكويشن، الانتجريشن اوف المومنت ايكويشن، ديت مهتمين بيها اللي هو حجه السيفل، الطريقه الاولانيه. لكن اللي هو معانا الدكتور مركز عليه اللي هي طريقه السوبر بوزيشن دي معانا، وطريقه كاستجليانو اهي اللي هي رقم 5، مهمه جدا. وكل طريقه يعني ممكن تتميز عن الثانيه. هو هيجي يقول لي حل باي طريقه. طيب الطريقه الثانيه اللي هي المومنت اريا ميثود برضه، ديت في طريقه السيفل والسنجولاريتي فانكشن، كان بعض الدكاتره بنشرحها اللي هو مع الدكتور الشباسي، كان يحب يقولها السنجولاريتي فانكشن ديت. لكن احنا معانا بقى مين؟ السوبر بوزيشن والكاستجليانو دي. طيب الفكره حجه سواء السوبر بوزيشن او الكاستجليانو، طبعا الطريقه ديت اللي هي بقيه الجدول ده كانت تعتمد على المومنت ايكويشن، فانا هسحب عليها. هسحب عليها ليه؟ لان في طريقه السوبر بوزيشن هم تعبوا وطلعوا جداول لمقدار الديفليكشن ومقدار السلوب باستخدام اول طريقه اللي هي دي، طريقه مين؟ طريقه المومنت ايكويشن. هم عملوا جداول يطلع لي الديفليكشن جاهز، ويطلع لي السوبر بوزيشن، ويطلع لي السلوب جاهز. فين ديت؟ اخص الجدول ايه 9 اهو، ده مديني اهوت مثلا طريقه الكيس حاله الكانتليفر بيم. البيم اللي متعلق يعني فيكسد بالناحيه، والتاني بيبقى فري زي البيم ده كده اهو. بس بقى مره يحط لود، سنجل لود، ديستريبيوتد لود، وهكذا، ويغير من شكل اللود. فالحل الاولانيه هنا كاتب لي كانتليفر والاند لود، حاطط اللود فين؟ في الاخر. طبعا قام جاي هو راسم له الشكل ده بتاع الكاست الالاستيك كيرف بتاع المنحنى، هينزل لتحت شويه كده ايوه، ومديني هذا الواي الديفليكشن عند اي مكان، يعني ده مديهولي سهل ايوه. لكن في طبعا تريك هنشوفه في المساله، في استخدام الطريقه اللي هي السوبر بوزيشن ميثود دي، يعني هي سهله لكن هتلاقي في تريك ناخد بالنا منه. يبقى هو يديني الديفليكشن عند اي مكان اهو، والواي ماكس دي اللي هي اقصى ديفليكشن اللي هي عند المنطقه دي عند النهايه. لو انت اخدت المعادله دي هي بس تحط الاكس بتساوي ال، فيطلع لك ال ناقص 2 ال، يطلع لي 2 ال، 2 مع 6 يبقى تفضل لي 1 على 3 اللي هي المعادله دي، وتحط اكس مكانها ال. يبقى ده مكان مين؟ يهمني دول. يعني المومنت ورد الفعل مش محتاجه خالص من التيبل. طيب كمل بقيه الكانتليفر اهو. قام جاي مغير البي او مغير اللود وخليها هنا. فانت عندك دلوقتي منطقتين، منطقه هنا اقدر اعين الديفليكشن، ومنطقه هنا اقدر اعين الديفليكشن. يعني في السوبر بوزيشن هنعين الديفليكشن بس، مش هنعين
الاسلوب اللي هو ميل المماس او ميل المماس للمنحنى بتاع الالاستيك كيرف ده. ادي في منطقه عندي كام منطقه؟ منطقتين، منطقه من الاي بي اهي، هذا الواي اي بي، هذا قيمه الديفليكشن عند اي مكان هنا. طيب لو احنا المنطقه اللي هي البي سي هنا، ادي قيمتها اهي، تعوض بقيمه الاكس. طبعا الاكس لو انا واخد هنا دي قيمه الاكس اللي هي على البي، كويس. طيب عايزين نجيب اقصى قيمه هتكون هنا اهي، دي قيمتها مباشره. طبعا لو انا خدت المنطقه بتاعت البي سي اللي هي ديت وعوضت بالاكس بال، هتطلع نفس القيمه دي. طيب وايه الجراف ده؟ ده جراف التشير وجراف المومنت للسبورت اللي عندي، مش محتاجه، انا يهمني دول بس اللي هم مين؟ اللي هو الديفليكشن بس. طيب ادي كده حالتين للكانتليفر، خلي بالك. قام جاي ساب الكانتليفر ده كده ضمت، احنا قلنا هنا رقم خمسه، يبقى في لسه ثلاثه واربعه اهم، ثلاثه واربعه هم اهو. هنا قام جاي مخلي لي ديستريبيوتد، هو كاتب على كل حاله الصفه بتاعتها والاسم بتاع ده كانتليفر، كاتب لي يونيفورم لود، وهنا كانتليفر مومنت لما يبقى فيه مومنت. يعني كل كيس تقريبا له اربع حالات على حسب البيم، انا هاخد قيمه الديفليكشن. القيمه ديت هم حاسبينها كاس، مش هنضيع وقت فيها، بس يلا الشطر بقى وشوف هتعرف تستخدمها صح ازاي. مثلا هنا ده سيمبل سبورت، يعني هنا من هنا ومن هنا في سبورت، او مره حاطط اللود في النص ومره يحطها لي مش في النص، والحاله دي مهمه هنا هادي. لو انت عايز الديفليكشن خلال من الاي للبي، هذا القانون بتاعها اهو. لو عايز الديفليكشن من الواي من البي للسي، هذا الديفليكشن بتاعها اللي هو المقدار ده اللي هينزله لتحت. هتيجي تقول لي القيمه ممكن تطلع بالسالب، وساعات تطلع بالموجب، ايوه على حسب الحاله بتاعتي. طيب ادي ده كده انترميديت، يجي بعد كده في السيمبل سبورت، قام جاي ما حاطط لي يونيفور، وحاطط لي مره ثانيه مومنت اهو، ده قيمه الديفليكشن اللي بدور عليه. طيب مرة تانية سيمبل سبورت، دي الحالة الخامسة، ودي اللي فيها تريك ازاي. شايف هنا، هنا المسافة ايه وهنا المسافة ايه؟ طب لو غير لي المسافات، يعني خلي هنا ايه وخلي هنا بيه، احلها ازاي؟ احلها ازاي؟ في مسألة في الميد تيرم بقى هنحلها مع بعض النهاردة، نشوف ازاي استخدم الجدول ده. ده هنا مديني كم منطقة؟ الاي بي اهي والبي سي، كويس، البي سي، وكاتب لي الواي ماكس اللي هتبقى في النص. طبعا الاثنين منهم زي بعض، المسافة دي نفس دي والقوة نفس القوة، فديت الواي اي بي هي نفسها الواي سي دي. طيب شوف اللي بعدها، قام جاي كاتب لي اوفر هانج، يعني البيم في سبورت هنا في سبورت تاني والحته دي فاضيه زي كده، قمت انت حطيت القوه دي هنا، فطبعا الالاستيك كيرف بتاعه هينزل كده واخد الشكل اهو. عايز يجيب الدفليكشن في المنطقه دي وفي المنطقه دي، برضه كل قانون على حسب القانون اللي هو ده الواي من الاي للبي وده الواي بي سي. برضه كان شايف هنا في السبورت موجود اهي، لو طلبها رد الفعل اللي هنا ورد الفعل هنا مرتبط بقيمه اللود اللي انت حاطه هنا. يعني انا بس بعوض تعويض مباشر، بس اخلي بالي انهي معادله هستخدمها. طيب لغايه دلوقتي مش باين التريك، ايوه. طيب هما كام حاله عندي؟ كل حاله بقى ده في فيكسد على حسب البيم اللي عندي، ده فيكسد بيم، وفي اند 1 سمبل سبورت، يعني فيكسد من هنا وفي سبورت من هنا. طيب كل دي الحالات دي معطالي جيف، يعني انا مش هحفظ. نزل تحت شويه، ما انا عندي كام حاله؟ تقريبا 15، دي كده 13 14 15، ادي 15 16. ال 16 حالة بتاعتي دول الأخيرة دي مش معاها،
نشيلها. أريد ايوه إحنا الدكتور في الحصة اليوم أعطانا إلى 7 7 ايه الكيس 7. الكيس صفر. ماشي، انا اقصد يعني ان الحالات دهيت التيبل كله هيبقى موجود، ده تيبل ايه إي ماينس. بس هو اللي هو الملخص اللي أرسله إلى كيس 7، يعني موجودة في السلايدات إذا سبعة تقدر تشوفها عندك. سبعة. طيب تعالى نعلم عليها إلى كده. 7 بس. طيب 10؟ لا مش معنى، انا بتكلم عن المسألة اللي هي فيها سبعة بس، يعني ما حتى خدتوش إلى تسعة. ما أخذناها، أعطانا إلى 7 فقط. طيب موجودة تعالى في السلايدات اللي أرسلناها لك في الجروب. ماشي، يعني لحد هنا يعني اوكي. إي استاذ بس وليد، اي اللي ما اللي بتكون معنا في الاختبار بس طريقتين اصلا. ايوه طريقتين، طريقتين طريقتين وش هي؟ طريقه اللي هي السوبر بوزيشن اللي انا بتكلم فيها دي، وطريقه كاستجليانو ميسو. الطريقتين لا سهلين بس مو موت. معنا هذه، ايه بس كليان مو معنا، مو بمعنى الثاني اللي هو الاخير ده؟ اللي حكيتها استناني، الطريقه دي انا شايف انتم معنا. معلمين عليها، معلمين عليها صح. اللي معنا طريقة اه لا الصوت قطع. ليه ده؟ انتم معلمين عليها صح. ليه ده؟ كاستجليانو دي الأولى والثانية اللي هو طريقة المومنت وطريقة اللي هو السوبربوزيشن، هذا اللي بتكون معنا في الاختبار. يعني الكاستجليانو مش معاكم. لا بس الأول والثاني. طيب ادام الاول والثانيه يبقى لازم اقول الجزئيه دي، لازم اقول الجزئيه دي، والجزئيه دي هو إيه كان في هذه شرحها اليوم. طيب اولا الجزئيه دي واخد عليها مثال. هو ما اعطاكوش الا مثال واحد بس صح، اللي هو في السلايد. ايوه ارسلنا المقطع، يقول له هذه شوف المقطع فيه امثله، يعني برسل لك المقطع اليوتيوب. طيب خلاص تعالى نتكلم بقى. يبقى الطريقه الاولانيه دي معانا، والطريقه الاولانيه دي فيها تكاملات. تعال نشوف القصه بتاعتها اللي هي طريقه يعني ناخذ الاول ثنتين، واذا عندك مسائل عليها، لان ما بعد ارسلنا المسائل. ايوه انا مجهز، انا مجهز على السوبر بوزيشن دي مسالتين، الاكزامبل اللي هو تمام الداتكو تمام ومساله بتاع الميد تيرم. تمام كويس، تمام وشابتر 5 تمام لو في وقت هنقول المعادلات اللي هنستخدمها عشان ما تمام يعني. طيب تعال بقى نشوف كده اللي هو طريقه اللي هي المومنت ايكويشن او الانتجريشن مومنت، طريقه التكامل، تكامل المومنت. بيقول لي هنا هو ايه، ان لو ما يبقى عندك سمبل سبورت زي ده كده اهو، ودوت الالاستيك كيرف بتاعنا شكل المنحنى كويس. هو بيقول لي هيجي تلاقي نصف قطر الانحناء اللي هنا اللي بنسميه هو ده في علاقه مع المومنت عند المقطع دوت، والاي والاي دي ديت خاصيه بخصائص مين؟ الماده اللي هي الاي والاي، والاي ده متصل بالمقطع اللي هو المومنت اوف انرشي. واحد على هو بيساوي الام المومنت او البندنج مومنت على الاي اي. طيب خدنا نصف قطر المنحنى دوت من خلال الديناميك، كان بيعطى بالعلاقه دي لما يبقى عندي كيرف كده. ايوه عايز تجيب نصف قطر الانحناء اللي هو الرو دوت، كان بيساوي كده الاشتقاق الثاني دي واي، يعني المنحنى ده لو انت رسمه مع الواي مع الاكس كويس، فبيقول لي تاخد الاشتقاق الثاني دي تربيع واي على دي تربيع اكس تربيع على 1 زائد دي واي دي اكس. طيب قال لي الدي واي باي دي اكس دوت هيساوي صفر بسهوله الحسابات، لان الاشتقاق دوت بيساوي صفر كويس. فيتفضل لي الرو يساوي دي تربيع الواي باي دي اكس تربيع. قلبنا لما اقلب ديت اجيب مقلوبها، يبقى هنا واحد عليه واحد عليه. طيب او اقول واحد على هو اشيلها واحط مقدار ده اللي هو دي تربيع الواي باي دي اكس تربيع. طيب ادي دي تربيع الواي باي دي اكس تربيع هيساوي الام على الاي اي. اذا لو ضربت وسطين في طرفين او سيبها زي ما هي ما تضربش، يبقى انا هطلع داله المومنت دي، هطلع المومنت ده داله في اكس، وعندي هنا واحد على اي اي، وكامل هنا دي تربيع الواي باي دي اكس تربيع. لما كامل اول مره، هكامل اول مره هيطلع لي الدي واي باي دي اكس، دي واي باي دي اكس كده، وهنا الدي
واي باي دي اكس كمان اول مره. الدي واي باي دي اكس دوت اسمه السلوب الميل. كامل كمان مره كمان يطلع لي الواي. السلوب هو مسميه دي واي باي دي اكس اللي هو السيت. الواي اللي هو الديفليكشن. لما كامل كمان مره اكمل كمان مره للمعادله اللي تطلع من هنا واحد على اي 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 وكامل مرتين للدي اكس. يبقى انا هطلع معادله المومنت اللي هي داله في اكس كويس وكامل اول مره واقسم على اي اي يطلع لي السلوب. اكمل كمان مره طيب ويطلع لي الديفليكشن. التكامل هنا مفتوح يعني مفيش مش محدود ان هنا في من كذا لكذا، لا ده احنا هنضطر نقعد نحط ثابت بعد التكامل الاولاني، وبعدين نحط هيبقى هنا عندي هنا ثابت واحد وبعدين ثابت ثاني، او ما اطلع الثوابت ديت بقيمه الباوندري كونديشن اللي عندي على حسب الحاله بتاعتي. فتتلاقي في المساله مديني ابعاد او مديني ديفليكشن او هيديني قيمه اسلوب على حسب ما يديني الايه المساله بتاعت ان في هنا في ثوابت اللي هي سي 1 وسي 2 دول هنطلعها من الباوندري بتاع المعادله. طب انا عندي مثال ايوه على النوع ده ناخده ولا نحل الاول على القراءه الثانيه؟ او اعطيكم مثال على طريقه الانتجريشن. مثال موجود في السلايدات. لا المثال اللي اداه لكم على طريقه السوبر بوزيشن اهو ده المثال اللي هو في السلايد. اعطانا الطريقه على السوبر بوزيشن واعطانا على الموشن الاول. طيب على السؤال كده. طيب انا اوقف دي كده. انا اقوم داخل اهوت واخد السؤال. دقيقه واحده. السؤال اللي هو اللي في السلايد. يعني وقف تسجيل. مديني البيم دوت كويس ومديني الديستريبيوتر دهيت كاتب لي 80 باوند بير انش والطول ده كله 20 انش وفي هنا اثنين سبوتهم ادي هنا رد فعل واحد ونقر اثنين كويس. بيقول لي بقى انا احسب لي معادله السلوب والديفليكشن بتاع البي وايه كمان دي يبقى عايز المعادله. طيب وطلع لي السلوبس. ايوه الرياكشن هو يعطيني اياها معلومه ولا الرياكشن انا اقدر اجيبه لو ما فيش مشكله خالص. ده البيم وهنا مديني سبورت كده الديستريبيوتد اهو لود وهنا الدبليو وده الطول ال. طبعا كل واحده هيشيل نص الثاني يعني كل واحده هيشيل قد الثاني فالقوه المحصله بتاعه الدبليو والال هتبقى كونسنتريتد او المحصله تبقى هنا تبقى هنا دبليو ال في النص هنا ال على الاثنين وهنا ال على الاثنين. طبعا ده هيشيل نص القيمه وده هيشيل نص القيمه لان الاوميجا ال دي موجوده في النص فيبقى هنا اوميجا ال على الاثنين ده قلنا عليه رد فعل واحد وهنا اوميجا ال على الاثنين ايضا. او عايز تجيب بقى تاخد مومنت عند النقطه دي عشان تتاكد هتاخد ده اوميجا ال في ال على الاثنين ده بالاتجاه الموجب ودوت اتجاه السالب ورد الفعل ده ينضرب اوميجا في ال. يعني انا بقول ان انت لو انت عايز تجيب القيمه بتاعتها اهي يعني ننزل كده في الجنب كده انت عملت ايه هنا عشان طلعت القيمه ديت. لو انا خدتها مومنت حول نقطه وسميتها ديت ايه ده يساوي صفر الاوميجا ال دي تنضرب في المسافه اهو اوميجا ال في ال على الاثنين الاتجاه بتاعه مع عقارب الساعه دي سالب وبعدين يجي لي رد الفعل ده ينضرب في المسافه كلها بس بالاتجاه الموجب لانه طالع لفوق اهو هذا ار في ال هيساوي صفر. اقدر اشطب دي مع دي وادي دي هناك فيطلع لي ار 2 اهو هيساوي اوميجا ال على 2 زي ما انا قلت ده شايل اوميجا ال على 2 نص القيمه يبقى التالي هيشيل النص كمان. طيب انت بتقول ان هو رد الفعل احتاج اطلعه في طريقه الانتجريشن اطلعه الاول كويس. طيب هنا بقى بيقول لي انا عايزك تطلع لي معادله السلوب ومعادله الديفليكشن يعني الدي واي باي دي اكس اللي احنا بنسميها سيتا ودي الواي للبيم عموما وبعدين طلع لي قيمه السلوبس عند النهايات. طيب وكمان الماكسيمم ديفليكشن.
طيب الماكسيمم ديفليكشن من الشكل بتاعي اجيبه منين؟ مكانه فين؟ اكيد في النص، لان دي ديستريبيوتد. انا اهو انا جاي اهو، ده البيم اهو، وهنا في رد فعل، والديستريبيوتد اهو صح كده متوزع بانتظار، يبقى اكيد شكل الالاستيك كيرف ياخد الشكل ده كده. وبقول له ده شكل الالاستيك كيرف، فاقصى قيمه للديفليكشن فين؟ في النص هنا في منتصف البي، ده هتطلع لي الواي ماكس من شكل الالاستيك كيرف. طيب لو هو لو البيم بتاعي لو البيم بتاعي هانجد اوفر هانجد يعني متعلق، اذا هيكون الالاستيك كيرف كده، يبقى هنا اقصى قيمه هتكون هنا في النهايه. طيب نرجع تاني، فاحنا عايزين الاربع مطاليب، عايزين نجيب السلوب والديفليكشن، وبعدين ارجع اتنين للسلوب عند النهايات عند النقطه دي والنقطه دي. انا عندي هنا ار واحد وده عندي هنا ار اتنين. طيب السبورتد، لو انا جيت السبورت ده انت قلت مش موجود، فهبتدي انا احسب وكانه مش موجود لغايه دلوقتي. طيب انا عندي هنا دي اوميجا، يبقى انا اقوم انا مسوي كونسنتريتد فورس اهوت عليها اهي، دي تطلع لي اوميجا ال، ودي تتحط في النص ال على الاثنين، وهنا ال على الاثنين. يعني اول خطوه ارجع اعينها ايه هي؟ اعين السبورتد الاول، السبورتد رياكشن. طيب قلنا ناخد مومنت وسمي النقطه ديت A وسمي النقطه ديت B. لو خدت مومنت عند النقطه A واللي يمشي كده موجب، الاوميجا L قلنا تنضرب في المسافه اللي هي L على الاثنين، الاتجاه بتاعها سالب، الار 2 ديت اتجاهها موجب، المومنت بتاعها يعني في الطول كله. جينا قسمنا على L على L، اذا ار 2 هيساوي اوميجا ال على الاثنين. لو طبقت اف واي اهو واللي طالع فوق موجب، الار واحد طالع لفوق نازل لتحت كل الاوميجا ال، الاوميجا اثنين طالع لفوق اهي، طبعا اوميجا ال ناقص اوميجا ال على الاثنين يطلع لي نص، اذا الار واحد برضك اوميجا ال على الاثنين. طب انت كده طلعت الايه؟ السبورت. طب تاني خطوه اقوم جاي اطلع معادله الايه؟ المومنت. طيب هي كم معادله اطلعها للمومنت؟ كل ما الاقي قوه اخد مقطع واخد معادله تاني. يعني لو انا عندي مثلا هنا في ديستريبيوتد اهو، وهنا في رد فعل وفي قوه كمان اهي، وهذا البي وهنا في رد فعل، بتقول انت ايه؟ كل ما تظهر قوة آخد مقطع وأطلع معادلة للمومنت. أنا عندي هنا كم قوة؟ أدا واحدة ظهرت الأر واحدة آخد بعدها، ده أنا جوه الديستريبيوتد. يبقى لحد هنا دي كده في معادلة، وأوصف المقطع اللي أنا هقول له. يعني مثلا هنا من صفر لحد ال واحد، أقوم آخد مقطع وأقول له الإكس اللي أنا هاخدها هنا من صفر ال واحد، وبعدين خلصت القوة دي آخد مقطع هنا تاني، خلصت القوة دي اخد مقطع تاني هنا. يعني كل ما تظهر قوة اخد مقطع. يعني كده في المسألة دي اللي انا راسمها ده في ثلاثة، هنا الاقي في معادلة، هنا في معادلة، هنا في معادلة. كل ما تظهر قوة اخد مقطع. طيب وبعدين اجي اشوف لو زي هنا عايز يجيب معادلة، يبقى انا اطلع ثلاث معادلات للاسلوب وثلاث معادلات للديفليكشن. لكن هو مسهلها عليا. ليه؟ جايب لي لود واحد بس اهو، كله مال البي، يبقى انا هاخد معادله واحده بس عشان دي خالص، ايوه، ومقطع واحد بس مكانه في اي مكان. يعني انا هاخد اهو عايز اطلع معادله الديفليكشن، معادله المومنت، اقول له نوت اهو رقم 2 المومنت ايكويشن، هاخد مقطع اهو مثلا هنا اهو، اقوم تاني راسم اهو، هذا البيم اهو، الحته دي سميتها اكس، وهنا في سبورت اللي هو الار واحد اللي هو الاوميجا ال على الاثنين، وهنا في ديستريبيوتد اهو اهو دي اوميجا. انت قطعت
اكتب بقى شكل المومنت. انا واخد الليفت يوم المومنت يجي كده عمودي على فوق كويس، وديت المسافه اللي هي اكس. عايزين نجيب معادله المومنت دي. اللي تشير احنا مش محتاجينها، تقول لي ان في هنا في تشير انا مش محتاجه، انا عايز بس معادله المومنت. ماشي طيب، اجي اقول له بقى طلع لي معادله المومنت، اقول له خد سميشن المومنت عند نقطه القطع اللي هنا سميها مثلا سي اهو، واللي يمشي كده موجه. المومنت ده اللي انت رسمه اهو ده ماشي عكس عقارب الساعه يعني موجه. طيب الاوميجا دي او الدبليو ديت الدسوتي ديت لا كونسنتريتد فورس، ايوه اهي اخد محصلتها هنا كده، وتبقى المحصله دي هي اوميجا الطول في العرض، اوميجا في اكس، الحته دي اكس على الاثنين والحته دي اكس على الاثنين لانها بتتحط في النص. اذا الاوميجا اكس ديت تنضرب في اكس على الاثنين، والاتجاه بتاعها برضك عكس عقارب الساعه، او مكتب ده زائد الاوميجا اكس تنضرب في اكس على الاثنين الموجة. خلصنا الديستريبيوت، فاضل الار. الار دي المومنت بتاعها مع عقارب الساعه، او مكتب سالب الاوميجا ال على الاثنين في المسافه كلها اهي، لان بجيب نقطه عند نقطه القطع اللي هنا على البيم اللي هي سي دي تنضرب في اكس، كل ده يساوي صفر. انا قلت دول هنا يطلع لي معادله المومنت. ماشي، يبقى المومنت اودي هناك بقت اوميجا ال على الاثنين في اكس ناقص اوميجا اكس تربيع على الاثنين، ادي معادله المومنت. المعادله دي بقى هكملها مره والثانيه، وكل ما كامل احط ثابت. طيب تعال نشوف اهو فايل ان اقوله ايوه الدبليو اكس مو المفروض تكون بالسالب نهي اللي هي اوميجا اكس، الاوميجا اكس دي دبليو اكس ايوه. ليه بقى المومنت بتاعتها انت بتجيب حوالين النقطه دي، الاتجاه بتاعها اهو عكس عقارب الساعه يعني تمام تمام ماشي. طيب طلعنا المعادله اهي، حلو. نكتب بقى معادله ايه الالاستيك كيرف، هو والله بما ان الالاستيك كيرف احنا شفنا الشكل بتاعه ايوه اللي هو كان البيم كده، لان من الشكل ده ايوه انا هطلع الباوندري، الباوندري بتاعتك ايوه. طيب كان كده وقلت فينا ديستريبيوتد كده، والالاستيك كيرف جاي كده اهو. استاذ وليد بالنسبه للمومنت النورمال فورس، النورمال فورس ما نحطه في الرسم ولا النورمال فورس صح ولا التشير فورس، انا يهمني معادله المومنت بس. مثلاً يعني هنا في شيء انا مش عايزه، هطلع المعادله بتاعته مش محتاجه بشيء، عشان كده سحبت عليه، انا عايز بس معادله المومنت. كويس، نرجع بقى نقول له طيب انت بتقول ان دي تربيع الواي باي دي اكس تربيع، دي بتساوي واحد على اي اي في المومنت صح كده اهو. هطلع فوق كمان شويه كمان شويه كمان شويه اهو، ديت كانت بتساوي الدي تربيع باي دو واي مومنت على اي ار، مظبوط اهو. نرجع بقى كده ايه، انا كتبت المعادله اهي، ممكن اكتبها كده او كل مره او انا اودي دي هناك مره واحده كده اهو، احط هنا اي اي كده على طول هتساوي المومنت. طيب انا هعمل تكامل اهو، حطيت تكامل لمعادلة الايه؟ المومنت. طيب اكتب هنا اهو اي اي. التكامل لما كامل اول مرة بقى يطلع لي الدي واي باي دي اكس. انا هكامل مين؟ اهو الاوميجا ال على الاثنين اكس ناقص اوميجا اكس تربيع على الاثنين دي اكس. اما اجري التكامل اقوم حاطط الثابت اللي هو سي واحد. اهو اي اي تاني دي واي باي دي اكس. اما كامل دي تطلع لي اوميجا ال على الاثنين دي بقى اكس تربيع ونزل اثنين يبقى هنا اربعه. بعدين هنا اوميجا اكس تكعيب ونزل ثلاثه تبقى سته، وما انساش السي واحد كده. هذا المعادله الاولانيه ايه دي واي باي دي اكس، دي معادله السلوب اللي هو بيطلب بيقول لي عليه. فين هنا اول حاجه ايه؟ السلوب ده هادي. طب عايز اجيب الديفليكشن
كامل كمان مرة. ماشي، هكامل كمان مرة عشان أطلع معدل السلوب. طيب نقدر نطلع الثابت ده؟ آه، أقدر أعمل تكامل وأطلع قيمة الثابت من خلال الباوندري اللي عندي. إزاي؟ ما أنت عايز تطلع شكل المعادلة بتاع الدي واي وأطلع الثابت ده. تعال نبص لمعادلة الإلاستيك دي. ماشي، عند النقطة A أو النقطة B في ديفليكشن. يعني إيه أستاذ ديفليكشن؟ إزاحة. البي ما ينزل لتحت؟ لا، لأنه في سبورت هو بيمنعه. ما هو السبورت ده يمنع الانتقال، الترانزيشن، ما يقدرش ينزل لتحت. يعني الديفليكشن عند الاي والبي، يعني عند اي سبورت مفيش، لو مثبت في الحائط مفيش ديفليكشن. طيب لما يبقى في سبورت مفيش ديفليكشن، لكن في سلوب. في سلوب يعني ايه؟ في ميل اهو، ارسم الخط ده اهو، خط الاصفر ده ميل وده ميل، هنا في سلوب. لكن لو هو متثبت في الحائط كده، هتيجي تقول لي ارسم لي الالاستيك كيرف، هرسمه لك كده. طيب ايه بقى عند الحائط؟ عند الحائط مفيش ديفليكشن زي الاي والبي، والاسلوب يساوي صفر. ليه يا استاذ الاسلوب يساوي صفر؟ اهو لو انا جيت رسمت مماس اهو، شايف ادي المماس، يبقى هنا الثيتا اللي هو الديفليكشن بصفر، والديفليكشن الثيتا اللي هو الاسلوب اسف بصفر، والديفليكشن ايضا بصفر. طيب بالنسبه للسبورت الديفليكشن بصفر، لكن الثيتا لا تساوي صفر، يعني الاسلوب له قيمه. حتتين ثابتين اهم، يعني اقدر احل اي مساله بالحته دي، ان لما الاقي في سبورت الديفليكشن اللي هي الواي احطها بصفر، انما الدي واي باي دي اكس لا، ما اقدرش احطها بصفر. طب لما الاقي فيكسد، لما الاقي فيكسد الواي احطها بصفر اللي هي الديفليكشن، انما السلوب اللي هي الثيتا اللي هي الدي واي باي دي اكس اقدر احطها بصفر. بس ادي حالتين. طيب ايه كمان؟ لما الاقي سبورت زي ده وفي ديستريبيوتد زي ده كده، اقصى ديفليكشن هتكون في النص اللي هنا اكيد. لما الاقي ديستريبيوتد زي ده ما بين سبورت زي ده، اجي الاقي الواي ماكس هنا. طيب وايه كمان؟ الاسلوب لو انا خدت ميل، خدت الاسلوب اهو، هرسم اسلوب اهو، شايف مرسوم ازاي؟ خط مستقيم موازي لمحور اكس، يعني الواي، قصدي يعني الثيتا بتساوي صفر. الواي اللي هي الثيتا راح تساوي صفر. يبقى لما الاقي في ديستريبيوتد استفاد منها، ده ما اتوزع على البيم كله، عند الواي ماكس هتكون عندها واي ماكس، والديفليكشن اكبر ما يمكن، والسلوب اللي هي الثيتا بتساوي صفر. يبقى هنا كم حاجه مهمه؟ عندي هنا ثلاث حاجات، ادي اثنين هم اللي هي الواي بتساوي صفر لكن الثيتا لا تساوي صفر، دي مش هستفاد منها بشيء. طيب انا مش عارف كم، لكن دي مهم ودي مهم. الحاجه اللي بتساوي صفر مهمه عشان اقدر اعوض بيها دلوقتي. هنا لما يبقى فيكسد، صحيح الواي ماكس هنا لكن انا مش عارف قيمته، لكن عند النقطه ديت اللي هي المتصله بالجدار، الثيتا اللي هي السلوب تساوي صفر، والديفليكشن ايضا يساوي صفر. الاثنين دول هنا. طيب احنا عايزين بقى نستفاد، احنا الحاله بتاعتنا دي يا استاذ عايزين نستفاد منها. طيب عايزين نستفاد منها، اقوم اعمل ايه؟ اكتب الباوندري، اكتب الباوندري بتاعي. ماشي، عشان اطلع سي واحد، بقول له ات الاكس بتساوي ال على الاثنين اللي هي في النص هنا، وصلت للنص اهو كويس. الدي واي باي دي اكس تقدر تحطها بصفر. ليه؟ لان في ماكسيمم، وضح له ديفليكشن. فلما باخد المماس عندها واديني كده، ارسم خط اسود تاني اهو، المماس اهو يا رجاله، اهو المماس اهو، فالمماس ده موازي محور اكس الاسود ده. اذا الميل